صايبه 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 صايبه، قومي بسرعه قومي، في ايه؟ يلا شوفي ماما، قومي، في شي صاير تحت وما بعرف شو بدي اعمل. قولي لي شو صاير، خوفتيني. تعي شوفي بسرعه، عجلي شوي. يلا يلا بدي تعي. ليك اجت صايبه. صايبه. ليك صايبه، هذا الجاتو انا عملت لك اياه بالسميد، مشانك انت بتمنى يعجبك. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. تفضلي صايبة. بتمنى أن تكون سنة حلوة عليكي. شكرا ماما، ما بتعرفي قديش أنا بحاجة هالشي اليوم. انبسطي بنتي. صايبة؟ نعم. بتعرفي بنتي أنا بتمنى أشوفك عم تضحكي على طول. شكرا عمي. بتعرفي إنه أنتي أحلى كنة بالعالم بنتي؟ على طول بتمناكي لابني. ماما أعطيها هي. شو هاد؟ يعني أنت لسه ما بعته؟ لا ماما لا، أنا عطيت وعد لحالي إنه هاي الأساور ما رح بيعن لو شو ما صار. عطيها إياها. يا حبيب قلبي. صايبة؟ إيه؟ خدي يلا البسي هدول. ليش عم تلبسيني إياهم؟ هاي هدية إلك بنتي، أنا رح أقول لدالجيت يعمل لك نفس هدول الأساور بس مكتوب عليهم اسمك. شكرا ماما. حاش تتشكريني بقى. اسمعي، سلفي كان عم بيقول انه في واحد من رفقاته عنده شو، عنده حفله، وبدنا نروح كلياتنا بهالمناسبه. دال جيت معطل اليوم، لهيك رح نروح كلياتنا، شو رايكم؟ لا ماما انتوا روحوا، لانه راسي من امبارح لهلا عم يوجعني كثير، عن جد من امبارح ما نمت ابدا، حتى اسالي دال جيت اذا بدك.